بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال دائما. وضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أشرف السيد رئيس الجمهورية على مراسم حفل نظم على شرف المرأة الجزائرية. بالمناسبة حفل التكريم الموسوم بالمرأة الجزائرية نضالات مكتسبات وأفاق حضره كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب مجاهدات وشخصيات نسوية، وهي المناسبة التي يتجدد فيها العهد مع المرأة الجزائرية التي عرفت بنضالاتها إبان الثورة التحريرية المجيدة وكذلك بعد الاستقلال، حيث ناضلت المرأة على مختلف الأصعدة من أجل بناء المجتمع وتكوين أجيال من الشباب الذين ساهموا ويسهمون اليوم في التنمية الشاملة للبلاد ضمن مسار الجزائر الجديدة الذي يقوده باقتدار وحكمة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الذي يحرص في كل مناسبة على منح المرأة حقوقها الكاملة غير منقوصة باعتبارها عنصرا فعالا في المجتمع، وهو ما تجلى اليوم أيضا من خلال رسالته التي وجهها للمرأة الجزائرية عشية الاحتفال بيومها العالمي. السيد رئيس الجمهورية أشرف بعدها على تكريم ثلة من النساء المتفوقات في مجالات عدة أبرزها المجال الإيكولوجي والبيئي، الطاقات المتجددة، الطب، الطيران، الفلاحة، المناجم والحرف، ومجالي ريادة الأعمال والإعلام الرياضي والجمارك والرياضة. وبالمناسبة أخذ السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع مبدعات وحرائر الجزائر المكرمات في عيدهن العالمي، نظير جهودهن في التنمية المستدامة لبناء جزائر جديدة. عقب ذلك كان للسيد رئيس الجمهورية حديث جانبي مع عدد من المجاهدات والنساء اللائي شاركنا في الاحتفائية التي خصهم بها بمناسبة أحياء اليوم العالمي للمرأة، وهي المناسبة التي يتجدد اللقاء من أجل الاستماع لاهتمامات المرأة الجزائرية وتطلعاتها في كنف الجزائر الجديدة التي تشارك في بنائها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، وهو ما يعكف على تجسيده السيد الرئيس من خلال هذه المناسبات. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.